أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يقال إن صلاة الحاجة وصلاة الضائع وصلاة التسابيح بدعة؟ صلاة إيش؟ الحاجة وصلاة الضائع. صلاة الحاجة ما هي بدعة، ورد فيها دليل. إذا أردت من الله شيئا تطلبه منه تصلي ركعتين ثم تدعو الله عز وجل، هذا ورد في حديث، ما هو بدعة. والثانية وصلاة الضائع. الضائع؟ أي نعم. لا، هذا بدعة، ما ورد إن اللي يضيع له شيء يصلي، لكن يبحث عنه، ينشد عنه في غير المساجد، من رأى كذا وكذا. نعم. وصلاة التسابيح. صلاة التسابيح وردت بأسانيد غير صحيحة، وردت بأسانيد غير صحيحة، والذين صححوها وهموا، إنها الأسانيد غير صحيحة، وأيضا صفتها غير صفة الصلاة، فيها قراءة في الركوع، وقراءة القرآن في الركوع، قراءة القرآن في السجود، فيها أكثر من ركوعات الصلاة وأكثر من سجودات الصلاة، فهي منكرة في سندها ومنكرة في متنها، أي غير مشروعة وهي بدعة. نعم.